هنا احد ضباط الاسعاف اشرف الشنطي، نرحب بك يعطيكم العافيه. بعد انقطاع الاتصالات الان كيف تعملون؟ ما الطريقه التي تعملون بها؟ بعد انقطاع الاتصال هذه صعوبة من أحد الصعوبات المتواجدة لدينا، هي كان في صعوبة قبل ذلك في موضوع البنزين وتم توفير بعض البنزين والسولار، الآن هذه صعوبة جديدة وهي انقطاع الاتصال، يعني معناته هذا موت محكم لغالبية الإصابات اللي يتم التوجه إليها، لأنه إحنا مش عارفين كيف نتواصل مع الناس. الناس إحنا من خلال خدمة 101 أو اتصال للتليفونات الداخلية. الآن هذا الاتصال قطعه عن قطاع غزة بالكامل يسبب كارثة إنسانية جديدة لدى الطواقم الطبية. هناك مشكلة حقيقية، موضوع الاتصال هذا يجب أن يحل بالسرعة الممكنة، لأنه إحنا مش قادرين نتواصل مع المواطنين ولا المواطنين يتواصلوا معنا. إحنا عملنا بدائل وحلول، إنه إحنا توجيه سيارات إسعاف على باب الاستقبال لبعض المستشفيات، من خلال إذا تم حضور أي مواطن مع إصابة بنعرف وين المكان والتوجه لديها، أو من خلال إذا في سحب انفجارات ممكن تم التوجه سيارات الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الجرحى والمصابين إذا تم ذلك. هذه الصعوبات يجب وجود حل لها سريع وعاجل، لأنه إحنا مكفول لنا تقديم الخدمة الإنسانية من المجتمع الدولي، القانون الدولي الإنساني، إنه أنت تعمل في الحروب بكل إمكانياتك وكل كفاءتك. هناك مشكلة حقيقية بنعاني منها، المواطن يعاني من قلة الاتصالات وعدم تواصله مع سيارات الإسعاف، مش لاقيين حل هذا الموضوع، ونناشد ونطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته اتجاه هذا الشعب المكلوم منذ زمن. نطالب المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، مندوبينا في كل مكان، في السفارات في العالم كله، للجم هذا العدوان عن المواطن الفلسطيني الأعزل، لأن الوضع عندنا كارثي. هو كارثي قبل ذلك، فما أدراك بدون وجود اتصال. فلذلك نطالب الجميع يقف عند مسؤولياته اتجاه هذا الشعب، ونطالب أمريكا بالعدل، نطالب الجميع بأن يقفوا بعين الاعتبار مع هذا الشعب المكلوم. ما عندناش يعني لا حول لنا ولا قوة، يعني الموضوع مأساوي. بالأمس كان عمليات قصف عنيفة في المناطق الشرقية، في مثل هذه الحالات وفي ظل انقطاع الكهرباء أيضا انقطاع الاتصال، قدرتوا توصلوا لهذه المناطق يعني الآن سريعا فقط الآن الفصائل الفلسطينية نشاهد في السماء إطلاق لرشقات صاروخية من الفصائل، نتحدث عن استمرار لإطلاق هذه الرشقات على الرغم من عنف القصف الإسرائيلي الذي طال كافة المناطق في قطاع غزة. بالعودة لك، يعني نحن نتحدث عن القصف عنيف بالأمس، قدرتوا توصلوا لهذه المناطق أم المناطق الآن خطيرة؟ لأننا نتكلم عن مناطق شرقية. أنت بتتكلم في صعوبة وصول، يعني إحنا كما تعلم لدينا عدة شهداء من طواقم الإسعاف والطوارئ، وهذه يعني شيء خطير جدا، يعني يشكل بمثابة انتحار، عملية انتحار لهذه الفرق اللي بتشتغل. أنت اليوم لما بتقصف إسعاف بالطاقم الموجود فيها، هذه عملية رعب لهذا الطاقم علشان يتقاعس عن عمله أو تقديم واجبه. هذه خدمة مطلوبة منا وحماية دولية مطلوبة، أنه إحنا نقدم الخدمة الإسعافية في كل وقت. المشكلة الحقيقية صعوبة تواصل الناس مع الإسعاف وصعوبة وصول الإسعاف لبعض الأماكن. إحنا في أماكن صعب حد يصلها، الأماكن الشرقية في عنا حدود معينة يعني صعب جدا حدا يصل لهناك. حتى في ناس أجوا بتواصلوا معنا، يا جماعة في إلنا أبناء، في إلنا أهالي شهداء في المكان، نحاول إن نصل للمكان، نلاقي صعوبة بشكل عام، يعني في قصف عنيف، إطلاق نار، الموضوع صعب جدا 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 لأبعد الحدود. شكرا لك، الله يعطيك العافية أشرف الشنطي.